السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب ام سوزة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. بدوم شهر رمضان، خلاص شهر رمضان على ابواب، فاضل يومين وخلاص رمضان هيبدأ، هيخش علينا بالهنا والسعادة والفرح يا حبايب قلبي، ويجعله سعيد عليكم وعلى المسلمين جميعا يا حبايب. النهاردة بقى جبت المشتريات بتاعت رمضان، ويلا بينا نشوف المشتريات بتاعتي. هوريكم بقى ايه واحدة واحدة. نزلت السوق برضو، جبت الحاجات اللي انا البطاطس والحاجات، فقلت بقى اوريكم الحاجات اللي انا مفرزاها. شايفين يا حبايب قلبي؟ جبت طماطم اهي فرزتها كلها في اكياس اهي زي ما انتم شايفين كده. الحاجات ديت هتكفينا ايه في اول 15 يوم بس كده، وبعدين نكمل برضو يا حبايب. جبت طماطم خلاص وفرزتها في الاكياس، بطلعها بقى كيس بكيس كده واضربها في الخلاط واصفيها واعمل بقى الطبخة بتاعتي. عامله كل كيس على قد الطبخة يا حبايب. وجبت سمك، سمك بالشوكه، انتوا عارفين السمك ابو الشوكه يا حبايبي، جايبه برده 3 مرات كده. بسم الله ما شاء الله، احنا بنحب السمك ده مقلي او ممكن برده نشويه يعني، بس انا بحب اقليه وبتشوي برده. حلو، جبت 3 مرات سمك ماشي. وجبت الكرنب يا حبايبي وفرزته برده، حطاه في اكياس اهو اهو، سلقته وحطيته في اكياس برده، واطلع على قد الطبخه كده وايه، واطلع على طول يفك وحش على طول يا حبايب قلبي ماشي. ده الكرنب وده السمك وده الطماطم. وهنا بقى جبت ايه، جبت لحمه مفرومه، ده كيلو لحمه مفرومه حبايب قلبي، الكيس كيلو ده، هي الكيس كيلو. هعمل له الكفته، بنعمل كفته على الفحم وكده، فجبت كيسين 2 كيلو، ودي ممكن اعمل بها ايه، ده ربع يا حبايب. قلت بقى بعمل صينيه مكرونه ولا حاجه، ولسه هجيب تاني بقى. وجبت الفراخ بتاعتنا بقى، انتوا عارفين اللي احنا عندنا فراخ، كان عندنا الفراخ اللي كنت مربيها، ذبحت منها بقى ايه 5 فراخ كده يا حبايبي، وقسمتهم كده ومسكتهم غسلتهم حلو ونقعتهم وعملت لهم تتبيله وحطيتهم، وحطيتهم في التتبيله على طول عشان نطلع الفرخ الكيس يفك ونشوي على طول على الفحم حبايبي. وطلعت منهم برده بانيه اهو زي ما انتم شايفين كده، كنت مربيهم كانوا كبروا حلوين يعني. عملت 3 اطباق بانيه يعني، على كل مره ايه نعمل طبق. وجبت كيس جبنه مازوريا، دي بقى الايه الفراخ والسمك والطماطم والكرنب ماشي يا حبايبي. تعالوا بقى للحاجات اللي انا جبتها. جبت مكرونه عشان المكرونه بشاميل يا حبايب قلب الملكه، حلوه البشاميل وكده اللي هي بتاعه الفرن. جبت كام كيس كده، 4 صغيرين، 6 يا حبايب قلبي اهو للفرن. جبت كمان كيس كيك، وجبت يا حبايب قلبي 3 اكياس مكرونة اللي بنعمل مكرونة بصلصة، 4 اكياس. وجبت يا حبايبي، جبت شعرية 1 2 3 4 5 6 اكياس شعرية. وجبت 4 اكياس ملح اهو. وجبت ايه تاني؟ وجبت سكر يا حبايب قلبي، هوريكم برضو السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. جاب السكر ده من معرض بتاع اهل رمضان، فاتح عندنا في كفر الشيخ، فاتح معرضنا في كفر الشيخ، فرحت جبت منه. جبت كام كيس كده، 4 وهنا 4. جبت 8 كيلو، وكنت جايبه 2 كيلو كمان لوحدهم يعني 8 كيلو، وكنت جايبه 2 كيلو لوحدهم، فطلعنا كيس فتحناه يعني كنت جايبه 10 كيلو بس مش ايه، ما جبتهمش مره واحده، فجبتهم كل ما بنزل كده اجيب 2 كيلو كده يعني، كنت جايبه 10 كيلو 10 كيلو سكر. انتوا عارفين بقى رمضان طول رمضان عصير. اهو يا حبايب قلبي. وجبت زيت، كنت جايبه 3 ازايز زيت، فالزيت برده فتحتها فما رضيتش اجيبها اصورها. وجبت ده زيت بالكيلو حبايب قلبي جميل والله، الكيلو ب 70 جنيه، ببلى الازازه دي ب 170 جنيه، بتبقى حلوه برده، بنقلي منه سمك، بنقلي منه بطاطس، بيمشي الحال كويس يعني. وجبت حبايب قلبي علبه ايه، تمر جميله، دي بقى اجيبها كل سنه، بنكسر عليها صيامنا الاصيل بس حلو قوي. العيال كده ايه قبل ما بنفطر، العيال بتاخد كل واحد واحده كده او اتنين يكسروا على صيامهم. وجبت علبه تمر الشنواني، الشنواني دي بحبه جدا جدا، بحب رمضان عشان العصير ده، بحب التمر. لسه يبقى بقى هجيب لهم عصير مانجا وحاجات من دي. هجيب برده برتقال، هجيب 4 5 اكياس برتقال كده برده ايه، نعمل عصير برتقال فريش. وجبت يا حبايب قلبي زيتون، جبت كده، تعالي يا ياسمين بقى عشان تنوي الحاجات ده. ازيك يا جماعه عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. جبت كيلو زيتون اهو، الزيتون ده جميل، الزيتونيه السمراء دي حلوه قوي بحبها.
ياكلوا. وجبت صلصه 3 علب صلصه، وجبت يا حبايبي جردة المخلل، المخلل ده حلو قوي 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 يا حبايب قلبي، المخلل مشكل. ليمون على شطه على فلفل على ارنبيت، يعني ايه تشكيله حلوه كده. نحط برضو ايه، برضو الاكل ما يستغناش عن المخلل على السفره. تعالي هاتي اسم بقى، ده الحاجات اللي انا جبتها، هوريكم بقى ايه. وجبت نص رز بسمتي اهو، جبت نص كيلو. ممكن نبقى نعمل مثلا ايه واحنا بنشوي كفته ولا حاجه، نعمل ايه رز بسمتي، ما لناش تقول عليه قوي يا جماعه، بس انا قلت ايه اجيبه تبقى طقه وكده مع الكفته. تاني بقى، وجبت يا حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم، البطاطس بقى، شايفين البطاطس الجميله دي بتاعه التحمير. جبت 12 كيلو، الكيلو ب 10 جنيه هاتي يا ياسمين، دول 12 كيلو بطاطس اهو، بطاطس شيبس حلو جبتهم برضو ايه لل، انتوا عارفين بقى احنا برضو عندنا طول شهر رمضان طبق البطاطس، وعاملين ايه حتى لازم طبق البطاطس بالتحمير. وجبت 3 كيلو طماطم للسلطه، انتوا عارفين بقى اللي عندي للطبيخ اهي، جامده وجميله ازاي شايفين اهي، حاجه جميله حبايب قلبي جامده، قلت ايه للسلطه لو عملنا طبق سلطه ولا حاجه. جبت 3 كيلو، 3 كيلو دول عاملين 20 جنيه. وجبت بدنجان يا حبايب قلبي، انا والله انا مش عارفه انا جبت بدنجان ليه، بس انا جبته وخلاص، يعني ممكن نعمل منه، ممكن نشوي مثلا ابقى مولع على الفرن اشوي واحده ولا حاجه، بس عشان خاطر البدنجان برده ما لناش تقول عليه في رمضان، بس انا جبت كيلو ونص، الكيلو ونص دول عاملين 20 جنيه. وجبت خيار، شايفين يا حبايب قلب الخيار جميل ازاي؟ خياره صغيره وجميله، خير ولا غالي؟ كيلو ب 15 جنيه. كان السوق اللي فات كان ب 10، السوق ده بقى ب 15 زاد. جبت كيلو ونص برضه للسلطه، نقطع طبق بتاع للسلطه كده يا حبايب قلبي. وجبت يا حبايبي نص كيلو ايه؟ شطه من دي جميله برضه. حلوه قوي، نعمل بها تتبيله للفراخ برضه، نعمل بها نحطها واحنا بنشوي بتاع ده بدنجان اي حاجه. جميله برضه، جبت ايه؟ نص كيلو ب 10 جنيه، كيلو منها ب 20. ودي بقى كابوتش حلوه قوي للسلطه برضه، جايباها اقطع منها اعمل على للسلطه وكده حبايب قلبي ب 10 جنيه، دي ب 10 جنيه، دي بصراحه مش انا اللي جايباها، ابو محمد بقى جاي من الشغل جايبها لي اهي، قلت له حتى ما جبتش اتنين ولا حاجه ليه؟ قال لي الراجل معاه على طول لما تعوزها تبقى جايبها. جبت دي ب 10 جنيه. وجبت يا حبايب قلبي جزر باول نظر. حلوه قوي الجزر برده، بنبشر بقى على السلطه برده يا حبايب قلبي، والعيال برده لو عايزين ياكلوا جزر ولا حاجه كده. وجبت نص كيلو ليمون، نص كيلو ليمون ده عامل ايه؟ 10 جنيه. نص كيلو ليمون ب 10 جنيه، اهم حاجه الليمون في البيت يا حبايب قلبي، ماشي؟ ورحتوش ايه تاني؟ ده مشتريات وعامله فول يا حبايب اهو، فول رمضان. عامله بقى اللي لرمضان يا حبايب قلبي، حاطاه في اكياس كده مفرزاه، مسكت وسلقته وحطيت على قطايه وجزرايه وسلقته يا حبايب قلبي وعبيته في اكياس، وقلت بقى ايه احطه نبقى نطلع للسفر وكده حبايبي. وهنجيب برده عجينه طعميه، والله انا عندي فول ممكن اعمله اضربه في الكبه، انتوا عارفين عندي الكبه، ممكن ايه عندي شويه فول كده هعمله عجينه طعميه بدل ما نشتري بقى الحاجه عندك في البيت وحلوه حبايب قلبي. وكده حبايب قلبي دي مشتريات رمضان بتاعتي، وما تنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم الجديد. يلا سلامي احلى متابعين في التوب.